بسم الله، ومستمرين معكم أكيد بهذه التغطية الخاصة والحلقة الخاصة أكيد بمناسبة 22 عام على انطلاق أول رحلة للأردنية للطيران، وهذا الإنجاز الوطني. منكم كل عام وأنتم بخير، كافة العاملين في الأردنية للطيران. اسمحوا لي اليوم أرحب بضيوفي الأكارم في استوديو قناة A1 TV، وتحديدا الكابتن محمد المومني رئيس دائرة السلامة في الأردنية للطيران. الله يسعد مساك سيد عزيز. مساك أهلا وسهلا. وأيضا المهندس عماد الفراهيد مدير عام صيانة الطائرات. الله يسعد مساك. الله يسعد. كل عام وأنتم بخير. أنت من عايدين إن شاء الله. يسعد قلبك. نبدأ مع الكابتن محمد المومني، وأنت رئيس دائرة السلام اليوم. اليوم كابتن نتحدث عن سلامة الطائرات وتحديدا في الأردنية للطيران. أول شيء نقول لك كل عام وأنت بخير، وهذا الإنجاز 22 عام على انطلاق أول رحلة للأردنية للطيران. ماذا تقول أول شيء في هذه المناسبة؟ يا سيدي، أول شيء كل عام وأنت بخير. شاكرين جدا لكل هاللقاء اللطيف واستضافتنا، حتى أنا تعطونا الفرصة نتحدث عن الأردنية للطيران، عن الطريقة اللي بنمشي فيها شغلنا بالأردنية للطيران، مع المحافظة على مستويات السلامة الجوية والأرضية والسلامة العامة وراحة ركابنا، وتأكد من أن الجميع بحصل على أحسن خدمة بأأمن طريقة. نعم. وبطريقة احترافية. نعم. إذن كابتن نتحدث عن الخدمة والسلام، يعني هي خدمتين مع بعض متلاصقات. نتحدث عن السلام اليوم. كثير منا بيكون عنده فوبيا من الطيران، بسلامة الطيارة بيظل متوتر شوي، بيفكر اليوم الطائرة إلها معاملة خاصة، وأنت اليوم رئيس دائرة السلامة، ماذا تحكي؟ شو بتحكي لنا عن السلامة اليوم في الطائرات وتحديدا الأردنية للطيران؟ الحقيقة بشكل عام الطيران بالوقت الحالي وصل لمرحلة عالية جدا من الأمان ومستويات السلامة، مراقبة ومتابعة بشكل مستمر. نعم. لأنه موضوع السلامة بالطيران بشكل عام هو ليس موضوع سلامة أفراد وممتلكات فقط، إنما السلامة الجوية أصبحت تعني رضا المسافر، اطمئنان المسافر. زي ما تفضلت، في ناس عندهم فوبيا من الطيران. نعم. لكن بالواقع مع تطور صناعة الطيران ومع تطور التكنولوجيا والتركيز اللي متزايد على سلامة الطيران، بقدر أحكي لك إنه أنت بتقدر تطير وتسافر بكل راحة واطمئنان، لأنه التركيز عالميا ومحليا على أنه الطائرة ما تطلع إلا يكون الطاقم مؤهل بأعلى مستويات التأهيل، يكون مدرب على الحالات الطارئة. وأيضا الموضوع صيانة الطائرات، صيانة الطائرات في لها نظام محدد يتم متابعته والتأكد من قيام الإجراءات اللازمة على الطائرة قبل الإقلاع وأثناء الطيران وما بعد الطيران. يعني هي ثلاث مراحل كنت حابة أسألك عنهم. اليوم الطائرة بتتقلع، اليوم إنها مرحلة صيانة قبل الرحلة، أثناء الرحلة هل ممكن يكون في مهندس سلامة عامة موجود داخل الطيارة بالرحلة وما بعد الرحلة سيد العزيز؟ بالواقع هذا الكلام صحيح. الطائرة بتخضع لعمليات صيانة، تجهيز ما قبل الطيران، فحص للطائرة لمعداتها للأنظمة للأجهزة من قبل المهندسين على الأرض والفنيين، أيضا طيارين بقوموا فحوصات على الطائرة للتأكد من سلامتها، وأثناء الطيران بكون في مهندس طيران موجود ضمن طاقم الطائرة، لو صار حالة معينة تحتاج لاستشارته من قبل الطيارين اللي هم بيكونوا مدربين أصلا على التعامل مع الحالات الطارئة هو ممكن يساعد. أيضا بعد هبوط الطائرة بتم عليها إجراءات ما بعد الطيران ناحية تفقد الطائرة، حتى لو كان في شك بأنه أي شيء كان مش حسب الإجراءات القياسية بتأكد منها المهندس، بيستشير قائد الطائرة وبتأخذ القرار أن الطائرة تطلع مرة ثانية أو ما تطلع. نعم. فكل الأمور بتمر بمراحلها بطريقة سليمة موثقة ومراقبة أيضا من السلطات للبلد اللي الطائرة بتقلع منه واللي بتهبط فيه. نعم. أيضا اسمح لي كابتن ننتقل مع المهندس عماد الفراهيد مدير عام صيانة الطائرات. الله يسعد مساك. الله يسلمك. شكرا على الاستضافة، وعشان نبدي وجهة نظرنا كمان. بالعكس، وأنت الآن مدير عام صيانة الطائرات، نتحدث عن الصيانة، كنا نتحدث مع السلام مع الكابتن، تحدث عن صيانة الطائرات وتحديدا في الأردنية للطيران. اليوم أكيد الصيانة راح تكون بشكل شبه كل ساعة ممكن يصير في صيانة أو يعني تفقد دائم. تحكي لنا عن موضوع الصيانة في الطائرات. خلينا أحكي لك أول شغلة، إنه إحنا المهنية لصيانة الطائرات واللي هي يسموها جاف تكنيك، وجاف تكنيك هي عبارة عن واحدة من شركات اللي هي تابعة للأردنية للطيران. جاف تكنيك بتعمل الصيانة الثقيلة والصيانة الخفيفة.
يعني الصيانة الثقيلة بنعمل بسموها هي موزعة على من A1 لA8 وC1 لC8 واللي هي مجموعة الشيكس أو الفحوصات اللي بتنعمل على الطائرة. نعم. هاي بالنسبة للصيانة الثقيلة. بالنسبة للصيانة الخفيفة هي الصيانة اللي بنعملها عند إقلاع وهبوط الطائرة بأي محطة من المحطات العاملة. نعم. أوكي. هلأ الجاف تكنيك عندها موافقات من سلطة الطيران المدني الأردني ومنظمة الإياسة الأوروبية وعدة شركات اللي بنعملها صيانة، وهي بتعمل صيانة للطائرات الأردنية واللي هي جوردن أفييشن، وتعمل صيانة للطائرات الأجنبية. نعم. والحمد لله يعني هاي ثقة اللي أخذنا فيها الأبروفلز هاي كلياتها إنها ثقة بهاي الشركة. نعم. أوكي. وإحنا نفتخر كمان إن مهندسينا كلياتهم وفنيين أردنيين مدربين على أحدث تدريب موجود مع الخبرات القديمة والجديدة، الشباب اكتسبوا خبرات ممتازة. نعم. بالنسبة لإقلاع وهبوط الطائرات عنا إحنا مهندسين دائما متواجدين خلال الإقلاع قبل لما تصل الطائرة، بقوم مع عملية فحص كاملة للطائرة من الفحص الخارجي ومن الفحص الداخلي كابينة الطائرة والركاب. وإحنا أربع شغلات المهندسين حاطينهم بعين الاعتبار 100% 100% safety security، هاي ما فيها deviation ولا فيها أي أي يعني أي تحيز عن هذا المجال. وال الكواليتي اوف ذا ورك هي عباره الانتاجيه او جوده المنتج. والشغله الثالثه احنا بنركز على كمان اون تايم بيرفورمانس عشان نطلع بوقت محدد لراحه الركاب. يعني ممكن مهندس يصير في تاخير على مواعيد الطائرات احيانا، وبنسمع في تاخير على مواعيد الطائرات اسباب التاخير. انا بدي اعطيك مثال. نعم. هلا الطيارة عندي نزلت أنا في محطة من المحطات عليها صار بيرد سترايك اللي هو دخل عصفور على الطيارة على المحرك. نعم. وكتبوا الكابتن، في الكابتن بيسجل أي مشكلة على الطيارة في زي كتيب وبسجل هذا الخطأ إذا صار فيه عليه. لما نزلت الطائرة طبعا لازم نفحص الطائرة، لما فحصنا الطائرة بين عندنا في آثار عصفور موجود في المحرك. مزبوط. نعم. هلا دور المهندس ما بيقدر يطلع الطيارة إلا ما يعمل الإجراءات المكتوبة بالفنية على هاي الطائرة. أوكي. نعم. هلا راح يصير تأخير على الطائرة، وهذا لما يصير تأخير هذا أنا بدي بشتغل لسلامة الطائرة وسلامة الركاب. الطائرة أيضا مرات يعني الإخوان الركاب بتضايقوا من التأخير، بس التأخير هذا عشان السلامة صالح الجميع. أكيد. للجميع ويطلع بأمان على الطائرة. نعم. نعم. مهندس سنتحدث وإياك، ولكن ننتقل أيضا للكابتن محمد المومني. كابتن اليوم شو بتحكي لكل الأخوان اللي عندهم خوف من الطائرة وسلامة الطائرة؟ يعني جزء واحد عنده رحلة وما بيحب الطيران، بضل يفكر أنه الآن ممكن الطيارة توقع، في ما في سيفتي عالي، ما في أمان عالي، والأمان بالله أكيد. ولكن شو بتحكي لهؤلاء الأشخاص اللي تحديدا عندهم فوبيا من الطائرات؟ وأنا واحد منهم بالمناسبة. طبعا هذا شيء طبيعي. نعم. في كثير من الأشخاص عندهم فوبيا، عندهم خوف معين من أشياء معينة، وزي ما تفضلت في ناس عندهم فوبيا من الطيران لأنه بعتقد أنه درجة خطورة عالية، أنه ممكن يصير أي شيء بالجو. وهذا الحكي طبعا شيء وارد، ولكن أول شيء بحب أحكي لك إحصائيا لو قارنا عدد الحوادث اللي بتصير بالجو. نعم. بعدد الحوادث اللي بتصير على الأرض مع أخذ النسبة لا تذكر صراحة. هي لا تذكر. نعم. ولكن هو الصدى الإعلامي للحادث الطيران هو اللي بعطي انطباع أنه شيء كبير بيخوف. نعم. ولكن حتى يطمنوا الناس اللي عنده فوبيا من الطيران لازم يحطوا ببالهم أنه الطيارة ما بتطلع إلا ما تكون عليها إجراءات صيانة محددة مراقبة، وحسب الشركة المصنعة وحسب إجراءات الشركة. على سبيل المثال إحنا بالأردنية الطيران زي ما تفضل المهندس، إحنا في عنا إجراءات حسب الكتب والنشرات الصادر عن شركة يعني من الصيانة بيكون أو من عفوا من السلام يكون في تقرير كامل. طبعا. بالطيارة بروح للصيانة
طبعا هيك انا اللي فهمته الان. وهذا الحكي بيتم مراقبته. اي شغله الكابتن مثلا يعني كابتن مؤمن طاير على الطياره وعنده اي مشكله يعني بكتبها تقرير رسمي بسجلها بكتيب الطياره. هذا كتيب الطياره بسموه احنا بالهاي اللوك بوك تاع الطياره. هذا بضله على الطائره بس ينزل الكابتن بسجل اذا في بعد كل رحله او بعد كل رحله. مش بس هيك هو بشيك عليه بكتبها بيجي المهندس بشوف المشكلة هاي بيشتغل عليها وبحلها. وتشيك كمان إضافي بصير على الطائرة زي ما حكيت لك الخارجي والداخلي والإنسترومنت بسموه ترانزيت تشيك أو نعم. ديلي تشيك أو بري فلايت تشيك نعم. أوكي هذا دائما على كل رحلة لازم ينعمل نعم. على كل رحلة ما في مجال يعني كابتن أنه بالنسبة لحوادث الطائرات هو قليل لا يذكر بالنسبة لحوادث السيارات نعم. نسبة الخطأ نسبة الخطأ أيضا واردة ولكن مع التطور بالتدريب والتطور بتدريب الطيارين والمهندسين والأطقم الجوية بشكل عام الأرقام تتناقص وما زالت بتناقص نعم. النسبة قليلة جدا وما في داعي للخوف من طيران لأن الطيران عبارة عن علم عبارة عن نظام متكامل. يعني على سبيل المثال إحنا بالأردنيين للطيران وتحديدا كدائرة السلام الجوية إحنا بنشتغل بناء على نظام محدد اللي هو إدارة السلامة الجوية. وهذه إدارة السلامة الجوية تضمن كل النواحي اللي تتعلق بالسلامة من مراقبة تدريب الطواقم الجوية نعم. من مراقبة تدريب المهندسين والفنيين والتأكد أنهم أخذوا التدريب الكامل اللي بأهلهم أنه الطيار يقود الطائرة ومش بالحالات العادية بس نعم. أنه حتى بالحالات الطارئة أنه يتصرف شو اي حاله صارت معه لازم يكون قادر على التعامل معها لانه مش شرط انه كل طياره بصير فيها عطل حتى لو صار عطل انه الطياره يصير فيها حادث لانه في كتب ونشرات عن الطيارين تدريب للطيارين واحنا بنودي الطيارين كل 6 اشهر بطيران تشبيهي بروحوا بيعملوا تدريب متكامل على الطائره وبنعطيهم الحالات الطارئه اللي ممكن يواجهوها وكيف يتصرفوا حاله مواجهه الحالات الطارئه وما بتجاوز المرحلة إلا ما يورجينا مستوى محدد من الاحتراف بالتعامل مع الحالات الطارئة نعم. حتى كمان أطقم المضيفين أطقم الإضافة لهم دور بالسلامة إنه سلامة الطائرة في المنطقة اللي بيكون فيها الركاب كمان إذا صار أي شيء طارئ بيعرفوا يتعاملوا معها كمان المهندسين برضو مدربين كل مدرب في تدريب دوري على الأقل سنوي على كل إجراءات الطوارئ وكيف يساعدوا الركاب إذا صارت حالة طارئة نعم. فمش كل عطل بصير بالطيارة بصير منه حادث لا هو يتم التعامل معه ويتم الوصول بالطائرة بسلام والهبوط فيها لأنه كل نظام بالطائرة له نظام داعم له باك اب يعني ما في نظام بالطيارة إذا تعطل هو خلص أنه انتهت الأمور لا كل نظام بالطائرة في له باك اب سيستم له بديل له بديل نعم. بحيث أنه أنت بتقدر تستخدمه على الأقل اللي عبين ما تحط الطيارة على الأرض تنزل فيها هبوط آمن والناس كلها مدربة والناس كلها فإحنا بالأردنية للطيران مش بس نراقب على تدريب الناس نراقب على أدائهم نراقب على تواصل الطيارين مع كتبهم مع الإجراءات ونتأكد أنه كل الناس واصلين لمستوى محدد إحنا حاطينه بالسلامة ما يكونوا أقل منه بل دائما نسعى أنه يكون نظام متكامل ونوصل لأعلى درجات السلامة نعم. والاحترافية نعم. أيضا هذا السؤال موجه للمهندس عماد اليوم إذا لا سمح الله ولا قدر الله صار خلل فني بالطائرة وهي مقلعة هي بالرحلة أثناء الرحلة فريق الصيانة بيكون موجود بعرف يتعامل ومدرب يتعامل مع هذا الظرف سريعا زي ما حكى الكابتن أنه في نظام بديل تدريبهم على هذا النظام على هذه الأنظمة الموجودة داخل 100% الطائرة. احنا الفريق الصيانة مدرب ومؤهل وماخذ دورات عدة وله تقييمات سنوية وله كونتينويشن ايش يسمى تدريب كل فترة نعم. بعض التدريب وفي اكزامينيشن وامتحان للمهندس لأنك انت لازم تكون على علم دائم وعلى تجديد اوكي اذا في طلع منشورات جديده او اي شيء لازم يكون المهندس والفني على درايه كامله باحدث النشرات الفنيه على الطائره نعم. بالنسبه لتدريبنا احنا المهندس لما ياخذ اللي بسموه ريليز او بياخذ السي ار اس على الطياره بيمضى بخمس سنوات قبل ما ياخذ الريليز قبل ما ياخذ هذا التوقيع يوقع الطائره خمس سنوات وبعد الخمس سنوات بروح دوره
اللي هي بسموها دورة تايب ريتينج على نوع الطيارة، سواء 310 سواء 737 أو 767 أو 320، وهلأ أضفنا جديد إن شاء الله البوينغ 777 عشان نخدم شركات الطيران الأخرى. التدريب بيستمر بحدود الخمس سنوات، وبعدين بأخذ الدورة، وبعدين بقعد لامتحان أوكي من مجموعة من الفنيين والمهندسين، بقيموه، وإذا نجح بعطوه الريليز، وبعطوه ريليز تحت التجربة بيسموها عشان التوقيع ست أشهر، فترة ست أشهر. نعم. بعد الست أشهر بيجي تقييم من مدراءه، إذا مديره أعطى توصية إنه أوكي مدير الجودة عندنا بطلع له مراحل معينة، مراحل معينة بس بتغلب لا يحصل عليه. نعم. مش بسهولة بيحصل عليه. مهندس، بالنسبة للتدريب الطلاب خلينا نحكي والخريجين من مهندسين أو فنيين، تحكينا عن هذا الخاض الخصوصي. إحنا بيجونا من الخريج الأكاديميات لأنه متطلب إلهم، والإدارة وكابتن محمد وكابتن زهير ما قصروا معهم، بعطوهم تدريب free of charge اوكي، بندربهم لمجموعات من هاي الناس عشان نأهلهم، بالنهاية بنعطيهم شهادة ونختم لهم اياها عشان يروح على جامعته او يروح على كليته، انه هذا الدرب متطلب، اخذ المتطلب عشان هاي. واحنا زي ما بحكي لك احنا معتمدين او كل توجهنا للشباب الأردني أن أهله وندربه بالنسبة للطيران. نعم. لأنه هو عبارة يعني مفخرة، وأنا بفتخر أنه في جاف تكنيك والمهنية أنه عندنا من أفضل المهندسين الموجودين. أنا خدم بشركات كثيرة. نعم. بس المهنية للطيران وجوردن أفيشن هي شركة أردنية وخرجت ناس أجيال وفنيين ومهندسين ممتازين جدا يعني. نعم. وأنا بعتبر أن المهندس تاعهم والفني تاعهم أفضل بكثير من أي. نعم. شركات. نعم. أيضا برضو الكابتن محمد اليوم أيضا بالنسبة للتدريب بقسم السلامة، وأنت رئيس دائرة السلامة اليوم، كيف يتم التدريب أيضا للطلاب للخريجين المدربين، كيف تعاملوا معهم؟ حقيقة الأردنية طيران عبارة عن شركة متكاملة فيها دوائر متخصصة لكل نوع من الفعاليات. فالتخصص تدريب الطيارين عندنا دائرة التدريب، دائرة متكاملة أيضا فيها جميع الأقسام، تدريب الطيارين، تدريب المضيفين، وتدريب كل من يحتاج للتدريب في مجال الطيران. نعم. فعلى سبيل المثال الطيارين اللي بيجونا مثلا خريجين الأكاديميات بكون عنده عدد معين من الساعات، وهو يعني قد تخرج طيار بشكل عام. بحالة ما انه ينضم للشركة بنحدد شو نوع الطيارة بدنا نطيره اياها. بعدين بتلقى تدريب أكاديمي لعلوم الطيران، وبتلقى كمان تدريب على خصوصيات شركة الأردنية للطيران، كيف احنا تعاملوا سيستم الطيران. نعم. اللي ماشي عندنا بالأردنية للطيران. بعد ما يتجاوز هاي المرحلة بنبعته على تدريب على الطيران التشبيهي، لانه زي ما بتعرف مش معقول واحد لسه الطياره مش طايرها ولا شايفها انه طيره على طياره حقيقيه. بنوديه لطيران تشبيهي وبخضع كمان لدوره مفصله، في اختبارات معينه. نعم. في هي الدوره عباره عن طيران واختبارات متواصله، ولازم يحقق مستوى محدد بهاي الدوره قبل ما انه نجيبه ندربه على الطياره الحقيقيه. نعم. فبكون اخذ التاهيل بطيران تشبيهي، برجع كمان عنا على الشركه على دائره التدريب، وبكون في مراحل ما قبل الطيران كمان لازم يمر فيها قبل الطيران الحقيقي على الطائرة، بمر فيها بعدين بنبلش فيه بالتدريب على الطائرة الحقيقية على خط الطيران، طبعا من قبل مدربين طيران، قادة الطائرات ومدربين مؤهلين ومرخصين من هيئة تنظيم الطيران وبأعلى المستويات. بعد ما يخلص التدريب على الطائرة لعدد ساعات معين أيضا في فحوصات كل الوقت، حتى فحوصات بالطيران واختبارات، وما بنحطه على اللاين على الخط يطير كطيار الآن مساعد قائد طائرة إلا ما يكون واصل للمستوى اللي إحنا نطمح له. طبعا هذا الأداء مراقب من قبل دائرة السلامة، مراقب من دائرة العمليات الجوية، الدوائر كلها متكاملة تشتغل كفريق عمل واحد، حلقة واحدة، حتى أن إحنا نوصل بالناس المتدربين لها. كذلك المضيفين والمضيفات أيضا بمروا مراحل تدريب، بس يجوا على الشركة في لهم مراحل معينة، في لهم دورات تدريبية لازم يخضعوا لها ويجتازوها بنجاح. وكون الطيار عندنا بشركة أردنية طيران تخرج وصار على الخط، هذا لا يعني أنه نهاية التدريب،
التدريب عندنا عملية متواصلة مستمرة وعملية ومواكبة التطور متابعة. نعم. وكل ما إجى إشي تطور على التدريب زي ما تفضلت إحنا كمان منواكبه ومنحسن على أساليب التدريب عندنا وعلى الفعاليات وكل موفر الأجهزة اللي بيساعدنا بتدريب الطيارين على أرض الواقع حتى أنه يكون هو عنده نسميه hands on هو يكون فعلا بإيديه بلمس الخبرة وأيضا خبرة ولمسات الكابتن لأنه نعم. هو تدريب الطيارين والمضيفين والمهندسين هو الركيزة الأولى بالسلامة. نعم. يعني أنت الإنسان إذا ما كان مدرب على العمل وكفؤ يعمل هذا العمل ما لازم نبلش فيه. هيك سياسة نحن الأردنية للطيران نحن متأكد أن نكون شخص مدرب ومؤهل قبل ما أنه خليه بلش بالشغل الحقيقي على الأرض الواقع لأنه السلامة بتهم الناس كثير جدا من عدة نواحي بنحكي عنها نعم بعدين. نعم. يعني اسمعوا قبل ما ننهي برنامجنا وننهي هذه التغطية الخاصة مهندس عماد الفراهيد مدير عام صيانة الطائرات رسالة أخيرة منك بدقيقة لكل زملائك أولا والشركة الأردنية للطيران وكل إخواننا المشاهدين. إحنا دائما بنرحب بأي شخص بده يتدرب عندنا في الأردنية للطيران أهلا وسهلا فيه وخريجين الأكاديميات وخريجين الجامعات الأردنية والأردنية للطيران واللي هي منهم المهنية للطيران دائما بتتطور للأمام. نعم. وراح نفتح إن شاء الله بناء هنجر جديد وراح نكون ورش جديدة عندنا وهي بتساعد نجيب نعين ناس عندنا شباب. نعم. جداد من الجيل الجديد لأنه لازم نعطي الجيل الجديد نسلم لأنه لازم الخبرة بين القديم والجديد والجديد. نعم. تتسلم مسيرة مستمرة وهي مسيرة مستمرة. نعم. وإلى الأمام إن شاء الله إن شاء الله الله يخليك. شكرا مهندس عماد الفراهيد مدير عام صيانة الطائرات أيضا الكابتن محمد المؤمني رئيس دائرة السلامة يعني كل عام بخير ورسالة لكل زملائك أيضا في الأردنية الطيران وأخواننا المشاهدين. بحب أول شيء لجميع زملائي من جميع الاختصاصات بشركة الأردنية الطيران أني أبارك لهم بمناسبة مرور 22 عام من الطيران الآمن والحمد لله. الحمد لله. والطيران بشكل احترافي والأداء المميز واللي هو حقيقة انعكس على أداء الشركة وسمعتها والحمد لله إحنا من الشركات اللي القليل جدا اللي خلال الأزمة الماضية أزمة كورونا ما تأثرنا بشكل كبير زي غيرنا لأنه الناس استمرت بأدائها وعطائها للشركة وانتمائها للشركة وللوطن لأنه لما بيكون في أنت عندك شركة وطنية زي الأردنية للطيران عندها الإنتاجية وعندها السمعة هاي هذا إشي دعم للأردن هاي مفخرة ويكفي أنه الأردنية للطيران هي تحمل اسم الأردن. نعم. فهذا دائما مدعاة فخر إلنا وأنا بدعو زملائي بالأردنية للطيران والشركات الشقيقة أنه يستمروا بالمحافظة على أعلى مستويات الأداء الاحترافي المحافظة على سلامتهم وسلامة الشركة وسمعة الشركة وأيضا بوجه كلمة للمشاهدين أنه يتفضلوا يجربوا الأردنية للطيران يشوفوا المستوى الخدمة العالي اللي احنا المقدمة نقدمه. نعم. ويتأكدوا أنه رح يكونوا بيطيروا بأجواء آمنة ومع أطقم محترفين وخدمة تتناسب مع طموح كل المواطنين والإخوان اللي حابين يشوفوا الدول العالم وأنا كثير سمعتها أنا كوني أنا طيار وبطير. نعم. على الطيار على طائرات الأردنية للطيران غير عني أني أنا مدير دائرة السلامة الناس دائما بيحكوا كثر خير الأردنية للطيران خلت الأردنيين يشوف العالم فإحنا حقيقة من خلال الخدمات المعقولة جدا والاحترافية والأسعار اللي نعطيها للناس حتى أنه يستخدموا طائراتنا معروض باستمرار ترى عطينا فرصة للناس الأردنيين حقيقة يشوفوا العالم. نعم. وإن شاء الله أنه الله بيقدرنا نستمر بجهود الشباب وطبعا هاي إحنا أهم إشي عندنا بالشركة الأردنية للطيران العمل بروح الفريق إن شاء الله. نمتاز بالعمل بروح الفريق وإن شاء الله يستمر وكل التوفيق بإذن الله تعالى. بدي أشكرك الكابتن محمد المومني رئيس دائرة السلامة في الأردنية للطيران يعطيك ألف عافية. الله يعافيك خليك حبيبي. وأيضا مهندس عماد الفراهيد مدير عام صيانة الطائرات كل عام أنت بخير ويعطيك ألف عافية. ألف خير الله يبارك فيك. شكرا. إذا مشاهدينا الكرام 22 عام من العطاء وتستمر المسيرة بإذن الله تعالى من الأردنية للطيران نقول اليوم لألف أسرة أردنية داخل الأردنية للطيران كل عام وأنتم بألف خير ممثلة برئيس مجلس إدارة الأردنية للطيران الكابتن محمد الخشمان كل عام وأنتم بألف خير دمتم ودام الوطن.